الأستاذ فهد المطوع بالتأكيد كان قد تداخل بالأمس في البرنامج وتحدث، وأيضا اليوم خلال التدريبات الزميل أحمد أبو مسمار التقى به وسأله عن فريقه وعن أوضاعه بعد وصوله إلى الرياض وهو يتدرب. قيل أن الرائد جاء حضر إلى الرياض من أجل إبعاد الرائد عن جماهيره التي كانت غاضبة على المستوى الفترة الأخيرة، ولكن المطوع نفى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النقطة هذه صراحة ما ترضينا كإدارة، ولا ترضي اللاعبين ولا ترضي الجمهور، وإن شاء الله بإذن الله أننا نعمل جاهدين على أننا إن شاء الله نتخطى الحاجز النفسي اللي يمر فيه اللاعبين. حقيقة يعني الفريق يضم عناصر جيدة وممتازة، والجميع صراحة يعقد عليهم الأمل، وإن شاء الله أنه كان في ظرف بسيط جدا يعني، والحمد لله تجاوزناه، وإن شاء الله أن الآن الكرة في ملعب اللاعبين. يعني كان اللاعبين شوي ما كانوا مرتاحين مع المدرب السابق، علما المدرب السابق يعني ما نبخس حقه لم يوفق معنا. مقتنع انت كرئيس مجلس اداره انه خلل من المدرب؟ اشوف انا ماني مقتنع انه خلل، ليس يكون لك خلل من المدرب، ولكن الخلل لما ان اللاعبين يكونوا غير مرتاحين مع المدرب. ممكن امور نفسيه اللاعبين، لماذا لا يؤهل اللاعبين نفسيا قبل ان تقوموا باقاله المدرب؟ عندنا احنا طبيب نفسي الان متعاقدين مع الموسم هذا والدكتور، ويعطيهم محاضرات. بس انا زي ما قلت لك يعني ليش استعجلتوا؟ كان لا ما استعجلنا، شوفوا التضحيه كانت يعني لازم كانت موجوده، يعني لازم كنا نضحي بالشيء هذا، يعني اعطاء الفريق صدمه كهربائيه. طبعا شوف انا بكل امانه قريب جدا من اللاعبين، اللاعبين يعني يمكن الجمهور يتوقعون ان اللاعبين غير مبالين غير مهتمين، وهذا الشيء مو صحيح. صدقني اللاعبين والله العظيم انهم يصيحون بعد المباراه، وانهم قبل مباراه هاجر كانوا يقولون لي احنا بس نبغى نبيض وجيهنا، يعني ما نبغى ولا حاجه ولا شيء، بس نبغى نبيض وجيهنا ونبغى نجيب. فانا حاولت، انا عرفت انه بيكون في ضغط نفسي على اللاعبين، حاولت اني انتشلهم العبوا على امكانياتكم، لا تلعب يعني لا تزيد اللود اللي عليك ينعكس ضدك. يعني هي زي ما قلت انا يعني هي توفيق، وقد يا طول العمر احنا العام خسرنا من فرق في مستوانا وكسبنا نقط من فرق كبيره، هذا مو دليل يعني. يمكن ربي يوفقنا يعني، احنا السنه الماضيه بدينا بدايه قويه وفي الاخير صرنا يعني صر النقاط ابتدت تقل في نص ونهايه الدوري. السنه هذه بدينا بضياع النقاط، ان شاء الله اننا نحصل على النقاط ونعوض، يعني يكون هرم مقلوب السنه هذه ان شاء الله. يعني اعرف ان العناصر اللي موجوده تعمل فرق كبير، يعني حتى في بعض اللاعبين اللي جايين منتقلين النادي الرائد الان لاعبين مميزين كانوا يتكلمون معي يقولون يعني طموحنا، حتى احنا طموحنا اسيا، وهذا شيء جيد لما يكون اللاعبين عندهم طموح عالي جدا. فاحنا ما اقول لك انا اسيا عشان والله ابالغ ولا لا، احنا طموحنا يا طول العمر باذن الله اننا من بدايه الموسم احنا مخططين ان شاء الله نكون ضمن الثمانيه، وهذا هو الهدف اللي احنا نرسمه ان شاء الله. اذا هذا لو هذا هو صدقني لو هذا هو السبب اني كان سكنت مع الفريق في برايدا، هذا غير سبب. يعني انا بقول لك ظهر الكابتن طلال المشعل في حديث صحيفه الكورونا يتحدث بان احد اسباب اعتزاله الكره وابعاده عن فريق الرائد هو ابتعاد فهد المطوع لانه لا يعلم ما يدور حول اللاعبين في النادي. شفت ثقه تامه يا طول العمر ان جميع الانديه اللي في العالم وليس فقط في نادي الرائد، جميع الانديه اللي في العالم. انا اقول لك يا طويل العمر لو تجي على رئيس برشلونه وتسال اللاعبين يمكن ما يعرفون من هو رئيس برشلونه، لا يحضر التمرين مو ضروري صح، لما تكون انت تحضر التمرين تعطي اللاعبين دافع تعطيهم حماس تعطيهم، هذا شيء طيب، ولكن طالما ان عندك مدير للفريق هذا يكفي، مدير الفريق والمدرب هذا يكفي. انا ما ابغى اتكلم عن حديث طلال المشعل، حديث طلال المشعل بكل امانه يعني طلال لاعب كبير واحترمه ولا اساء لنا في مقابلته اللي انا قريتها، ولكن لي عتب على طلال بحيث انه يعني في نقطتين صراحه يعني تكلم فيها. اولا تكلم عن الرواتب، انا اثبت لك يعني في عندنا مسير للراتب وان شاء الله بنرد عليه في نفس الجريده، مسير الراتب انه مستلم جميع حقوقه ابدا، ثقه تامه الجماهير لا لها علاقه، ولكن دائم ما يهيج انه مسوي كذا، وكما قرات انا او سمعت في الاخبار ان الجماهير حاصرتنا ورجال الشرطه، هذا كلام كله غير صحيح.